في اليوم 19 من شهر رمضان المبارك في سنة 2004، وكان الوقت في أداء صلاة التراويح، فجع الشعب الإماراتي بخبر رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه برحيله ووفاته. كان الخبر مدويا للشعب الإماراتي، كان أبا بكل ما تحمله الكلمة، ولكن كانت كل آثاره ترتد على هذا الشعب الذي انبثق من هذا الخبر. هو يوم زايد للعمل الإنساني، وأصبح يوما يكون في كل عام مكررا، هو يوم العمل، يوم زايد للعمل الإنساني، تحرص عليه دولة الإمارات في تنفيذه في ذلك اليوم تخليدا لذكره طيب الله ثراه.